سوري يا جماعه معلش، دي الطريقه الوحيده اللي هينفع تسافروا بيها من هنا. احنا حجزنا لكم 5 اماكن على مركب الرئيس عبد الله. بقول لكم ايه بقى، انا مش عايز رغي كتير، 2000 جنيه على الراس ماشي يا عم عبد الله. دول 4 سلاحف ودي ارميهم في بدروم المركب حتى. ولما ارميهم في بدروم المركب احط الناس فين اللي هربانه معايا على ايطاليا؟ خد بالك وسيبهم على المركب، مش هتحتاج تخبيهم. هيزروتوا لنا المركب بقى ونمسح وراهم، وبعدين دول هنجيب لهم خص من فين في البحر. يا عم وكلهم ورق جرايد مش هيقولوا لا. ها انجز يابا. الباكو جاهز؟ جاهز اتفضل. والله هتوحشونا، وعلى فكرة احنا اسفين على اي حاجة ضايقتكم. بس امانة امانة والنبي، اول ما توصلوا ايطاليا سلمولي على الكابتن محمد صلاح. احنا متشكرين يا سوبر هنيدي على تعبك معانا، انت نسيتنا كل اللي شفناه. انا حبيتكم قوي. لسه ناوي على الرحيل. باي، تعالوا تاني. تفتكر توحشونا والله، هتوحشونا يا سلاح في النرج تركل تركل تركل. اعمل ايه في الوحده وانت مش هنا؟ اعمل ايه ومن اجيب صبر لسنه؟